بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد عزيزة التلميذة عزيز التلميذ مرحبا من بكم جميعا في درس جديد لمادة التربية الإسلامية اليوم إن شاء الله تعالى سيكون لنا لقاء مع تلاميذ السنة الأولى باكالوريا في مدخل الاقتداء في درس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وقبل أن ندخل أو نلج إلى مدرسة هذا الدرس وتحليل محاوره كما ورد في الإطار المرجعي سنحاول ربطه بما سبق من محطات وقد مررنا قبل هذا عزيزي المتعلم من درسين أساسيين الدرس الأول متعلق بالشطر القرآني والدرس الثاني متعلق بدرس الإيمان وعمارة الأرض وقد حاولنا في المحطه الاولى اي في مدارسه الشطر الخامس من سوره يوسف حاولنا بلوره القضيه الاساسيه المحوريه المؤطره للمقطع القراني والمهيمنه والمؤطره لكل المعارف والقضايا والمفاهيم والقيم المتداوله في المداخل وقد خلصنا في هذا الدرس الى ان القضيه المركزيه هي ان الايمان بالله تعالى اساس عماره الارض وتحقق السعاده في الحياه الدنيا والاخره. كما توقفنا في درس الايمان وعماره الارض على حقيقه اساسيه او فكره اساس هي ان الايمان هو اساس عماره الارض بالخير والصلاح. وراينا كذلك في الدرس ان من ابرز مظاهر وتجليات عماره الارض ان نعمل على بناء اسره صالحه مستقره لكي نسهم في عماره الارض. والسؤال الذي يمكن ان نطرحه جميعا ويمكن ان تطرحوه اعزائي المتعلمين ما هو المنهج الاسلم بناء الاسره والحفاظ على تماسكها واستقرارها ضمانا لبناء مجتمع صالح اذا اردنا ان نبني مجتمعا صالحا يساهم في عمارة الأرض فلا بد أن نعمل على بناء أسرة مستقرة صالحة والسؤال يبقى دائما ما المنهج ما الطريقة المناسبة والأسلم والنموذجية لبناء هذه الأسرة وهذا ما سنحاول الجواب عنه إن شاء الله تعالى من خلال هذا الدرس و سنتدارس هذا الدرس من خلال محاور ثلاثه وردت في الاطار المرجعي المحور الاول هو محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الانسان المحور الثاني سمو اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في معامله اهل بيته اما المحور الثالث فسنتطرق فيه الى تجلي ايمان المؤمن وقيمه التي تتجلى وتظهر لنا في حسن معامله الانسان لاهل بيته. في البدايه سنتطرق ان شاء الله تعالى للمحور الاول وسنتناول في نقاط اربع. النقطه الاولى سنتعرف من خلالها على بشريه النبي عليه الصلاه والسلام وانه بشر ورسول في نفس الوقت. عندنا الايتان التي اللتان تظهران على الشاشه اولا قول الله تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد وقوله سبحانه وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى سنحاول توظيف هذين النصين لبناء المعارف والمعاني التي سنحللها في هذا المحور الاول ما يمكن استنباطه واستخراجه من هاتين الايتين اولا ان النبي عليه الصلاه والسلام بشر خلقه ومشاعر وحاجات بشريه فسيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام انسان ياكل ويشرب يغضب يفرح يحزن يمشي في الاسواق يتزوج له علاقات مع الناس فله طبيعه بشريه الا ان النبي عليه الصلاه والسلام رغم كونه بشرا فهو ليس كسائر البشر عليه الصلاه والسلام، فهو نموذج الكمال البشري عليه الصلاه والسلام، وما بلغه من كمال ومن تمام لم يبلغه احد من العالمين بعد النبي عليه الصلاه والسلام ولا قبله، فالنبي عليه الصلاه والسلام هو الكامل وهو نموذج الكمال البشري، وهذا هو المعنى الثاني الذي اردنا ان نستخلصه من هذه الآية. المعنى الثالث الوارد في الآيات وهو قول الله تعالى في الآية الأولى يوحى إلي وقوله في الآية الثانية نوحي إليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من رسول الله اصطفاه الله تعالى واختاره ليكون حاملا لرسالته للناس كافة بل للعالمين من الإنس والجن لما توفر في النبي صلى الله عليه وسلم من خصال لم تتوفر في غيره عليه الصلاة والسلام والخلاصة الأساسية التي نخرج منها في هذه النقطة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنسان اختاره الله لحمل رسالته في إلى بني جنسه حتى يكون قدوة لهم إذ لو أرسله الله من جنس آخر لكان مدخلا لرفض اتباع رسالته والاهتداء بهده تصور معي عزيزي التلميذ عزيزتي التلميذة أن الله تعالى بعث لنا ملكا رسولا أو بعث لنا جنا رسولا سنقول بطبيعة الحال إن هؤلاء إن هذا الملاك أو هذا الجن قد يفعل من الأشياء ما لا نستطيع فعله ولذلك لا يمكن أن نقتدي به ولا أن نهتدي به لكن الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا وهو لطيف خبير عليم بطبيعتنا بعث لنا رسلا وانبياء من جنسنا حتى يكون يكون ذلك مدعاة لاقتداء بهم واتباعهم عليهم الصلاه والسلام وهذا ليس خاصا بالنبي عليه الصلاه والسلام بل ان الانبياء كلهم بدءا بادم عليه السلام الى سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام كانوا عندهم طبيعه بشريه ولكن كانوا رسل الله وذلك قال الله تعالى في سوره في سوره يوسف وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، الا رجالا نوحي اليهم، صلى الله وسلم عليهم جميعا. الان سنمر الى النقطة الثانية المتعلقة بجانب من الجوانب التي تميز بها سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي اخلاقه السامية الرفيعة. قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي عليه الصلاة والسلام وفي حق خلقه وإنك لعلى خلق عظيم هذه الشهادة شهادة ليس, ليس لها متيل فلم يشهد الله سبحانه وتعالى في القرآن لنبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة وقد تبيز بها سيدنا, سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فأخلاقه أخلاق عظيمة ولذلك لن تجد إنسانا مهما سما أعظم خلقا وأسمى خلقا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن المعاني التي يمكن أن نستنبطها من هذه الآيات والآية والتي لا علاقة بدرسنا أن 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 النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه سامية سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبلوغها الذروة في الكمال ثم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وسموه شمل كل تصرفاته وجميع علاقاته ومعاملته الخاصة والعامة عزيزي, عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة قد تجد بعض الناس له خلق حسن في بعض تعاملاته مثلا في بيته أو مع أصدقائه أو مع من يعمل معه ولكن يصعب جدا أن تجد أن له أخلاقا حسنة مع كل الناس في جميع التصرفات فالنبي عليه الصلاه والسلام كان كان سامي الاخلاق في كل جوانب حياته الخاصه والعامه، في علاقته مع زوجاته، مع ابنائه، مع احفاده، مع غير المسلمين، مع الصحابه، مع كل الناس في جميع المجالات. ولذلك لما سئلت عائشه رضي الله عنها عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، قالت كان خلقه القران. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان في سلوكه وفي اخلاقه يجسد لنا القرآن بشكل عملي وفي حديث آخر لأمنا عائشة رضي الله عنها قالت كان قرآن يمشي على الأرض أي أن الأخلاق التي جاءت في القرآن وحتى يبرهن لنا النبي صلى الله عليه وسلم على إمكانية تجسيدها والعمل بها أنه أول من عمل بها وجسدها فأنت حينما ترى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كأنك ترى القرآن يمشي على رجلين عليه الصلاة والسلام النقطة الثالثة التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى هي كالآتي قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا من المعاني التي يمكن أن نستخلصها من هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو القدوة الذي يجب الذي يجب قلنا يجب اتباعه في كل أحواله وأقواله فهو النموذج وهو المثال الذي اختاره الله سبحانه وتعالى وسماه أسوة حسنة ثم اتباع النبي, النبي عليه الصلاة والسلام من واجبات الشرع ولوازم الإيمان فالمؤمن حقيقة بالله ورسوله هو الذي يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل مجال مجالة حياته صغيرها وكبيرها جلها ودقها عليه الصلاة والسلام المعنى الثالث هو أن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الآية هو طريق الهدى والفلاح في الدنيا والفوز في الآخرة عزيزي المتعلم عزيزتي المتعلمة الآية كانت واضحة قالت بأن من كان يرجو الله واليوم الآخر من يرجو الفوز في, في الدنيا أو السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة فعليه بالاقتداء بسيد الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام باتباعه عليه الصلاة والسلام وكخلاصه لما راينا في هذا المحور يمكن ان نقول ان تحقيق السعاده في الدنيا والنجاه في الاخره متوقف على اتباع النبي عليه الصلاه والسلام باعتباره نموذج الكمال البشري عبر تاريخ الانسانيه وهذا ليس امرا غريبا فمن كان يحب النبي عليه الصلاه والسلام فلابد ان يبرهن على هذا الحب من خلال اتباعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآن أعزائي سننتقل إلى المحور الثاني الذي سنتحدث فيه إن شاء الله تعالى على سمو إخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في معاملة أهل بيته أول شيء نشير إليه هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تميز بسمو إخلاقه في كل مناحي الحياة الخاصة والعامة ومن أبرز تجلية ذلك حسن أخلاقه في تعامله مع بيته مع زوجاته ومع اولاده واحفاده ومع من يخدمه عليه الصلاه والسلام وسنرى اولا كيف تعامل النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجاته عن الاسود قال سالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنه اهله تعني خدمه اهله فاذا حضرت الصلاه خرج الى الصلاه هذا أمر عجيب. هذا سيد الناس، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أشرف الناس، وسيد ولد آدم يخدم أهله، يساعد زوجاته في أعمال البيت، بل ورد في حديث آخر أنه كان يخيط توبه ويخسف نعله، يقوم يساعد زوجاته في عمل البيت، يقوم إلى المطبخ، فقليل من الناس اليوم من الرجال يعني يمكن أن يقبل أن يساعد زوجته في, زوجته في المطبخ أو في ترتيب أمور البيت لأنه قد يعتبر ذلك ذلة ومهانة هذا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام النموذج القدوة كان يفعل ذلك عليه الصلاه والسلام ولا يرى في ذلك حرجا بل يرى في ذلك واجبا وهو يعلمنا عليه الصلاه والسلام. من المعاني الاساسيه التي يمكن ان نستنبطها من خلال هذا الحديث ومن خلال احاديث اخرى تبين لنا كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته انه صلى الله عليه وسلم تميز بالوفاء بامانه ومسؤوليه الازواج ثم كان يساعد زوجاته في أعمال البيت هو يلاعبهن وحينما رأيتم الملاعبة من القصص التي يمكن أن نريد هنا أنه صلى الله عليه وسلم لما كانت عائشة لا تزال صغيرة سابقها فسبقت عائشة رضي الله عنها ولما كبرت قليلا وتقول وزنها تسابقا معا ثم سبقها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها هذه بتلك, بتلك يا عائشة فلو راينا احدا يسابق زوجته لقلنا انه اصابه بعض من الحمق ولكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع الازواج ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا لين الجانب كان يتشاور وقد رايتم اعزائي التلاميذ في صلح في درس صلح الحديبيه وفتح مكه ان النبي صلى الله عليه وسلم شاور ام سلمة وقد تحدثنا عن هذا الامر في درس النبي صلى الله عليه وسلم مفاوضا ومستشيرا ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن اليهن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته ويصرح لهن بذلك وكان يصرح ان عائشه من احب الزوجات اليه ثم كان كريم العشره وكان يعدل بينهن ويحرص على ذلك ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما وكان يصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يصدر من زوجاته، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف قيمتي العفو والتسامح في معاملته لزوجاته رضي الله عنهن، وهذا ليس امرا غريبا، لان من اراد ان يحافظ على سلامه البيت وعلى استقراره، لابد ان يتحلى بقيمتي العفو والتسامح، وقد تحدثنا عن هذا كثيرا في مع يوسف عليه السلام ومع يعقوب عليه او عليه السلام وعلى نبينا افضل الصلاه وازكى السلام. الان سنتعرف على تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اولاده واحفاده، وحينما نقول الاولاد نقصد الابناء والاناث معا بطبيعه الحال. عندنا هنا حديث جميل من الاحاديث الجميله التي تدل على سمو اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت اذا دخلت اي فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قام اليها وقبلها واجلسها في مجلسه. وهذا ادب عالي جدا مع الابنه يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في مقامه ويقبل ابنته ويجلسها مكانه وهي تبادل نفس الاحترام فاذا كانت جالسه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم فانها تقوم اليه وتقبله وتجلسه مكانها وهذا خلق رفيع جدا من سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. من المعاني التي يمكن ان نستنبطها من هذا الحديث ومن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أولاده وأحفاده ويقدرهم كثيرا. ثم كان يحرص على رعاية حقوقهم المادية والمعنوية والوفاء بها. ثم كان يلاعبهم ويلاطفهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف المودة والرحمة في معاملة أبنائه وأحفاده. كما أنه عليه الصلاة والسلام دائما كان يعفو ويسامح كما انه كان يحزن لفراق ابنه وهذا معروف عندنا لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وولده ابراهيم قال ان وانا على فراقك لمحزونون عليه الصلاه والسلام وهذا امر عادي عند الاب النموذجي والمثالي كما راينا عند يعقوب عليه السلام حينما بكى على فقد ولده حتى ذهب بصره عليه السلام. وقد قلنا ان يعقوب عليه السلام كذلك كان يوظف نفس المنهج الذي كان يتعامل به النبي عليه الصلاه والسلام في بيته فالانبياء كلهم من مشكاه واحده وان كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اعلاهم منزله ومقاما عليه الصلاه والسلام الا اننا راينا في سوره يوسف ان يعقوب عليه الصلاه والسلام كذلك كان يضف اخلاقا نبيله في التعامل مع ابنائه الان سنمر الى شيء اخر وهو كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع من يخدمه وحينما نتحدث عن من يخدمه في واقعنا سنفصل ذلك ان شاء الله عن أنس رضي الله عنه قال خدمت النبي عليه الصلاة والسلام خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما, صنعت لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا هذا سيد الناس لم يقل لأنس وهو يخدمه أف قط كم من الناس الآن عندهم خدم سواء كان سائقا للسيارة أو كان مكلفا بالمطبخ أو أي مهمة من المهمات التي تتعلق بمن يخدم الإنسان قد يشمه قد يضربه قد يأخذ ماله يعتدي على حقوقه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل كل ذلك لم يرفع لا صوته ولا صوته على أي خادم كان يخدم عليه الصلاة والسلام حتى كلمة أف لم يقولها لأنس رضي الله عنه بل أكثر من ذلك فأن أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لشيء صنعته لما صنعته حينما أفعل شيئا لا يقول لما صنعت هذا الشيء وهذا في دليل على أن أنس رضي الله عنه كان يحرص دائما أن يفعل ما يرضي النبي عليه الصلاة والسلام ثم إذا تركت شيئا فإنه لا يقول لي لما تركته وهذا الوصف الجميل الذي قاله سيدنا أنس وهي شهادة رائعة جدا في حق النبي عليه الصلاة والسلام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن الناس خلقا عليه الصلاه والسلام. من المعاني التي يمكن استنبطها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوظف الرفق واللينا في معامله من يخدمه. ثم احترامه صلى الله عليه وسلم لخدمه وتقديرهم. الاحسان اليهم واكرامهم مساعدة مساعدتهم في اداء اعمالهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون. ثم حفظ حقوقهم والوفاء بمسؤوليته تجاههم صلى الله عليه وسلم. وكخلاصة لما سبق في هذا المحور يمكن أن نقول إن حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بيته أسهم في بناء أسرة صالحة متماسكة مستقرة شكلت نواة أساسية لبناء المجتمع الإسلامي الذي عمر الأرض بالخير والصلاة ومن المعاني كذلك التي يمكن أن نخلص إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم رغم يعني إضافة إلى ما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنا نموذجا ساطعا لكل من اراد بناء اسره صالحه مصلحه مسهمه في بناء المجتمع وعماره الارض. السؤال الذي طرحناه في البدايه ما المنهج الذي يمكن نعتمده في بناء الاسره؟ قد وصلنا الى جوابه. علينا بالاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وعلينا بالاهتداء بهديه لقول الله سبحانه وتعالى لقد قال لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاذا اردنا ان نبني اسرا مستقرة صالحة تسودها المودة والرحمة والطمأنينة وتسهم في صلاح المجتمع وفي بنائه علينا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام المحور الأخير هو معنون بتجلي إيمان المؤمن وقيمه في معاملته لبيته المؤمن حقا بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام والمحب للنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يترجم هذا الإيمان وهذا الحب عمليا في أن يعامل أهله بالأخلاق التي كان يوظفها النبي عليه الصلاة والسلام في معاملته لأهل بيته فقيمك الذي عندك وإيمانك الذي عندك عزيز التلميذ عزيز التلميذة كيف تبرهن عليه كيف يعني تظهر واقعا هو أن تحسن تعاملك مع أهلك قال النبي أو عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي إذا, اذا اردت ان تكون افضل الناس فما عليك الا ان تحسن تعاملك مع اهلك سواء كنت زوجا او كنت زوجه كنت ابنا او كنت ابنه كنت حفيدا او حفيده مهما كانت منزلتك فالتعبير عن ايمانك وعن حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في ان تحسن معاملتك وان تكون اخلاقك اخلاقا حسنه في التعامل مع من هم معك داخل البيت. ثم عندنا حديث اخر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسائهم وهذا حديث واضح ان اكمل الناس ايمانا واعلى درجة في الايمان هو الذي يحسن تعامله, تعامله مع عليه والذي تكون له اخلاق حسنه وخاصه مع الزوجات ولذلك السؤال الذي يمكن أن تطرحه عزيزي التلميذ تقول أنا لست زوجا وتقول التلميذة أنا لست زوجة إذا كيف أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذا الوضع الذي أنا فيه في عائلتي هذا ما سنحاول أن نجيب عنه إن شاء الله تعالى في المحور الآخر كيف أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في معاملة أهل بيتي أولا عند نقاط أربعة أوصي والدي بأشياء التاليه: علي ان اعمل على ان اطلب من والدي العمل على نشر الموده والرحمه بينهما. ثم العفو والتسامح بينهم والصبر على الاذى، لانهما اذا وضف العفو والتسامح وصبر بعضهم على بعض فان هذا يسهم في استقرار الاسره ويسهم في نجاحك وفي دراستك. التشاور والتعاون فيما بينهم. ثم عندنا الوفاء لابد أن ننبه على هذا وننبه آباء على هذا أن من الواجبات التي تجب على الأباء الوفاء بأمانة ومسؤولية رعاية الأطفال وحسن تربيتهم ولذلك مطلوب منك عزيزي التلميذ أن تحاول أن توصل هذه الفكرة إلى والديك وبذلك تكون أنت في هذا مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ثم لا بد أن توظف هذه الأخلاق أنت كمتعلم في تعاملك مع أبويك في البيت أول شيء أن تفعله وان ان تحبهما فكما ان ابويك يحبانك بد ان تبادلهما هذا الحب وقد رايتم ان سبب المشكل الذي وقع بين يوسف عليه السلام وإخوة واخوته ان الاخوه اتهموا يعقوب عليه السلام انه يحب يوسف واخاه اكثر منهم رغم ان الاباء يحبون الابناء كلهم ولذلك يجب ان نبادلهم هذا الشعور وهذه المحبه ان نحبهم كما يحبوننا وان نحسن الى إليهما سواء كانوا كبارا او صغارا ثم ان برهما وأن نتجنب العقوق لأن العقوق هذا من 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 أكبر الكبائر ثم طاعتهما بطبيعة الحال في المعروف طاعتهما فيما يرضي الله وحتى نربط ما نقول بواقعنا اليوم فمن الأشياء عزيزي التلميذ عزيزي التلميذة التي أود منك أطلب منك أن تطيع فيها ولديك الآن أن تجلس في البيت وان تستمع لدروسك وان تدرس جيدا في البيت والا تعذبهما والا أن يعني تكون عصيا عليهما ان تطيعهما لانهما يريدان لك الخير ثم مساعدتهما في في واجبات البيت سواء كنت ذكرا او انت لا بد ان نساعد الوالدين في البيت وقبل ذلك ان نقوم بالواجبات التي تجب علينا في البيت سواء كنا ذكورا او كنا إناثاً. ثم عدم رفع الصوت او التافف لا تقل لهما اف ولا تنهرهما هذا امر بين واضح وهذا من اخلاق المسلمين ثم كيف اتعامل مع اخوتي في البيت سواء كانوا ذكورا او اناثا صغارا او كبارا كيف اتعامل معهم اول شيء هو محبتهم شيء الشيء الثاني لابد ان نوقر الكبير الصغير يوقر الكبير والكبير يحتري أو يرحم الصغير إذا كنت صغيرا وعندك إخوة كبار فلا بد أن تقدرهم وتحترمهم وإذا كنت كبيرا وعندك إخوة صغار فلا بد أن ترحمهم وأن تعمل تنشر هذه المودة والرحمة ثم لا بد من من مساعدتهم وخدمتهم ولابد بد أن يسود بيننا الاحترام المتبادل وفي الأخير سنحاول التعرف على كيف نتعامل مع من يعمل معنا في الأسرة سواء كان هذا العامل سائقا او منظفا او كانت امراه تعمل في المطبخ او غيرها من المهام التي تكون عندنا ضمن الاسره لا بد ان نقتدي بمنهج النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع هؤلاء ومن بين ما نوظف الرحمه واللين فلا بد ان تكون رحما بهم لينا في تعاملك معهم ثم لا تحملهم فوق طاقتهم ولا وتجنب اهانتهم ماديا او معنويا كيفما كانت هذه الاهانه لا بد ان نتجنبها ولعل كثيرا من الناس قد يسقطوا في هذا ففي نهايه المطاف هؤلاء اناس مثلنا مثلهم لا بد من احترامهم ثم مساعدتهم وقد راينا قبل قليل ان سيدنا انس كان يعني يثني عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول انه لم يقل له فين قط تجاوز مرحله السب او الشتم أقل من ذلك أوف لم يقلها لم يقلها له النبي عليه الصلاة والسلام. الآن سنمر إلى الخلاصة الأساسية التي يمكن أن نخرج منها في يعني في هذا الدرس هذا إن الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا يعقوب ويوسف عليهما السلام يساعدنا على الإسهام في عمارة الأرض عن طريق بناء أسر متماسكة تسودها المودة والرحمة وتشكل نواة أساسية لبناء مجتمع صالح. لو رجعنا الى سوره يوسف عليه السلام لوجدنا لو ان سيدنا يعقوب عليه السلام بحسن سلوكه وسمو إخلاقي في تعاملي مع ابنائه من عفو وتسامح وصبر وتوجيه ونصح ومودة ورحمة كان هدفه أن يصهر على الحفاظ على استقرار هذه الأسرة ولم يشملها حتى تكون لبنة أساس ونواة أساسية في بناء المجتمع وقد وجدنا ذلك ورأينا ذلك عيانا فقد كان يوسف عليه السلام وهو خريج هذه الأسرة وهو تلميذ هذه الأسرة أي أسرة يعقوب عليه السلام سا هامه بشكل فعال في بناء المجتمع المصري. ولذلك في الدرس القادم ان شاء الله تعالى في درس الاستجابه سنتحدث عن الاسره نواه المجتمع وسنفصل في هذا ان شاء الله تعالى. عزيزاتي التلميذات اعزائي التلاميذ نلتقي في درس درس قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.